السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين حادثة يعني غير مسبوقة، وين عرضت مواجهة رفقاء بليلي يعني ناديه أجاكسيو وباريس سان جيرمان بالسينما في عنابة، يعني وين يعني من أجل تشجيع بليلي، يعني أعطى دفعة كبيرة ليوسف بليلي هذا اللاعب اللي عنده مشجعين تاعو، عنده الناس اللي بليلي يبقى بليلي، يوسف يبقى يوسف، رغم نقولوا لاعب مشاغب، لاعب اللي ما تعرفش غادي يدير لك، راهي يلعب لاعب راهي يلعب لازم الناس تشكر فيه طاب 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 تسيبو فانيك عاود. وانا نقول لكم ونعاود لكم لاعب بليلي وين الموسم الاخير تاعو في فرنسا اللي غادي يروح للخليج، هذه متالي كاع يروح للخليج، وين واجه رفقاء الدولي الجزائري يوسف بليلي نجم نادي اجاكسيو الفرنسي نادي باريس سان جيرمان امس في المرحله في الجوله 12 من منافسه الدور الدرجه الاولى الفرنسي لكره القدم ليك ان. شوف كيف جاتو بليلي وين كيف جاته بليلي وين كان باغي يلعب مع براس يلعب كونت باريس سان جيرمان، شوف كيفاش. شوف على ذيك نقولوا بلي اليوم وين اعلن وين قاعه السينما بعنابه وين نقلها لمباراه بين الفريقين، يعني مباشره بدل عرضهم على الافلام كما جرت عليها العاده لاستقطاب مشاهدين كثر بسبب صانع العاب الجزائر، ووضعت قاعه سينما لافته ترويجيه للحدث تحمل صوره بليلي وشعار نادي باريس سان جيرمان لجلب عشاق الدولي الجزائري الذي يتوقع وين توقع بان يكون ادائه يعني ممتاز، يعني كانوا متوقعين بانه سوف يشارك اساسي يعني بعد الدقائق المميزة التي لعبها في الجولة الفارطة أمام نادي تور. ودخل الدولي الجزائري مباراة يعني تور ببديل في الدقيقة 75 من اللقاء، وقدم عروض قوية خلال الدقائق التي لعبها بالمباراة، وأنقذ يوسف بليلي فريقه من خسارة بعد أن ساهم في تعديل النتيجة لفريق الذي كان متخلف بهدف لصفر بسلسلة من المراوغات الجميلة أرباكت الدفاع الخصم. وقبل يعني أسبوعين أعلن نادي أجاكسيو المنافس يعني في الدور الدرجة الأولى يعني تعاقده مع المهاجم الدولي الجزائري يوسف بليلي في صفقة انتقال لاعب حر قادما من بريست. قال النادي في بيان أنه يراهن على اللاعب البالغ من العمر 30 عام لجلب يعني موهبته وخبرته إلى المجموعة من أجل مهمة الحفاظ على التواجد الفريق في الدور الدرجة الأولى. وكان بليلي قضى سنة ونصف مع نادي بريست، لا ماشي سنة ونصف، 8 أشهر، يعني أن يعلن الأخير نهاية الشهر الماضي فك ارتباطه باللعاب بناء على رغبة الدولي الجزائري في الاقتراب أكثر من عائلته. المهم دروك العائلة تاعو ماشي عائلة، دروك يلعب غيقدم يعني واش عليه. المهم المباراة اللي نشوفوا باللي بليلي يعني وين كان وين شاهدنا وين بليلي وين دخل أساسي، يعني وين نقولوا باللي امام باريس سان جيرمان شكون هما امام من امام بابي ميسي يعني كارلوس يعني وين ريناردو سانجيز ماركو فيراتي يعني يعني وين نقولوا باللي فانيك خون يعني وين حكيم الحكيمي اشرف الحكيمي، يعني امام نجوم كبار امام نجوم كبار. وعاد كتب لي قال لي سيرجيو خاف ما بغاش يلعب، كان عندي سؤال تفرجت ربع ساعة الأولى كانوا 0-0. المهم كانت البداية تاعو مليحة، المهم كانت البداية تاع بليلي وين كانت مليحة، كانت مليحة ديك ربع ساعة شت غير ربع ساعة كانوا عندي صوالح، كنت قاعد بس تفرج على البارتي كومبلي غالب
ويشتريك ربع ساعة، وين كان شوية كان بلايلي، وين كانوا يحوسوا الكل يلعب مع بلايلي، يعني الكل كان يبحث على بلايلي. شاهدنا كيفاش وين البداية باينة، وين كانت باينة، وين شاهدت واحد ربع لقطات ولا، يعني كل الكرات يعني وين النادي أجاكسيو يعني وين يبحث على بلايلي، وكانت مراقبة فانك على بلايلي ماشي سهلة باش تهرب من المراقبة، وخاصة وين بلايلي يعرفوه، سبحان الله يعرفوه يعرفوه، يكون لونترينير تاع لادفيرسير يكون هدر عليه بلي ودي ما تعطي ما تخليلوش مساحات، ولا تخليلو باش يحكم البولة ويلعب بها كيما يبغي، خاطر علاه غادي 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 يدير لك مشاكل. وصح يدير مشاكل هو، تخلي له مساحات، يعني مساحات صغار يدير لك مشاكل بالفنيه تاعو، خاطر لعاب فنان، وهذا هذا صح، اللعاب يعني وين فنان، يعني وين نقولوا باللي بعد التهميج الكبير الذي تعرض له، نقولوا باللي ما نقولوش تعرض له، هو ينجم يقول لك تعرض ما تعرضاش، وين لم يمر تألق لافت للدولي الجزائري يوسف بلايلي في مباراة الأولى مع فريقه الجديد أجاكسيو رغم دخوله بديل في الربع الساعة الأخيرة من المباراة. كرام يعني مرور كرام على الجماهير النادي يعني الاجاكسيو، وين يعني وين شاهدنا يعني كان استقبال، كان خاصة في منصات التواصل كان استقبال كبير وفرحانين به بزاف بزاف بزاف، وين نشر نادي اجاكسيو الفرنسي فيديو يسخر به من لاعبي نادي تور والذي تلاعب بهم يوسف بلايلي خلال مواجهة فريقه الأحد الماضي في لقاء الجولة 11 من الدور الفرنسي. يعني كون عاود نولي ما تفرجتش على بالك، سمحوا لي برك نمشي نهضر عليه، تفرجت ربع ساعة برك على المخات، واحد قال لي لا ما هضرتش على المباراة، ما نجمش ربع ساعة شفتها الأولى، يعني لا غالب ما تفرجش، ما نكذبش عليكم بارتي يا كومبلي. المهم شفت بعد 15 دقيقة وربع ساعة الأولى برك، هادي وين كان وين اجاكسيو كومبلي تبحث على بلايلي، شاهدنا كيفاش كانوا يحوسوا على بلايلي، يعني يوصلوا له الكره، كانوا يخدموا عليه يعني، خاطر على والتحركات تاع بلايلي فين التحركات، يعني لعب في الجبهه الاماميه وين حمل الجبهه الاماميه معاه، يعني شاهدنا التحركات تاعو وين كان يروح يحوس يلعب كيما نقولوا حنايا مهاجم وهمي، شاهدنا وين تحرك وين ولي يحوس يعني الصالح، حتى وين دخل يعني شتاه وين في زوج لقطات وين تحسبه باللي راه يلعب صانع العاب، رغم انه كان هو يحوس يربع الجهه تاعه يعني ويطلب في الكرات وباش يلعب، والدخول في العمق تاعو كيفاش يحوس يدخل عند الكاري 18 يحوس على لي كوفرو ويحوس يدخل، يحوس على لي كوفرو ويحوس يدخل فانيك، هذه شتاه كذبها ثلاث خطرات في ربع ساعه، يعني رغم ان كانت الحراسه عليه، وشنا كانت الحراسه مشدده عليه، وباريس سان جيرمان باش يكون على بالكم امام منتخب انديه يعني متوسطه وين يتلقى صعوبات كبيره، تلقى صعوبات كبيره هذه نقولوا بلي يوسف بلايلي لعاب لي لعاب كبير، لعاب ما عندنا ما عندك ما تهضر خاطر عليه، تشوف كيفاش وين البارتي اللي فاتت، يعني انا كنت حاس هي من واحد قال لي اسيست، يا ما تحسبلوش هو اسيست خاطر عليه، ودخلت بالكابوياج هو مد البوله بصح من بعد ولات بالكابوياج، خاطر الجوار عاود ردها، لادفيرسير عاود ردها، فما تروح الاسيست تحسب على اللاعب اللي ماركا برك، هذا مكان احنا تمنينا تكون عنده اول تمريره حاسمه تحسب له، تمنيناها، لكن نقولوا باللي اليوم وين بلايلي وين يقدم مستويات، يعني وين راه يقدم في مستويات يعني لا باس بها، ربع ساعة الأولى وين شاهدنا بلايلي يعني وين قدم، نقولوا باللي قدم ما تفرجش ما نجمش كيفاش، عرفت كاين اللي قال مسكين كاين اللي مسكين كاع ما يتفرجش كما سيهضر ما نجمش كيفاش، ما شفت ثلاث لقطات ربع ساعة ثلاث لقطات برك، ما من بعد نعاود البارتي ما قعدتش باش نعاودها، ما قاعدش باش نعاود بارتيه باش نهضر عليها، ست ربع ست 15 دقيقة برك على بكا،
هو كيفاش وين بلايلي وين كان يحوس يعني في التمريرات تاعو يحوس اقتراب كثيرا من هذاك منعم الادريسي، يعني وين تحركات هو وياه وين تتاهم، يعني تتاهم كبير بيناتهم، ولا يحوس على ذاك منعم الادريسي. المهم احنا دروك لعاب هذا وين ما على باليش كيفاش لعب، ما نجيبش نهضر. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي. سعيدكم.